بكم في فيديو جديد. ومشروع خط أنابيب ينقل الهيدروجين الجزائري من الصحراء إلى قلب أوروبا مرورا بتونس الجارة إلى إيطاليا والنمسا وعشرة وسائل إعلام إيطاليا بينها موقع ديكور 39 إلى أن هذا المشروع حظي بدعم سياسي من طرف الدول الثلاث لنقل الهيدروجين الأخضر من قلب الصحراء الجزائرية وصولا إلى ألمانيا، مضيفة بأنه من المرجح أن ينال الأنبوب تمويلا من الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى كونه يحمل صفة مشروع استراتيجي ذي مصلحة مشتركة. ووفقا للموقع الرسمي المخصص للمشروع فإنه يوفر، أي هذا المشروع الذي سمي بممر الهيدروجين الجنوبي، العديد من المزايا بما في ذلك على وجه الخصوص قدرة نقل كبيرة للهيدروجين ووسيلة نقل فعالة وتنافسية ومستدامة، ستعزز من دون الشك أمن إمدادات الهيدروجين بفضل تخزين التوصيلات على طول الطريق. هذا وقد أبدت عدة شركات طاقوية أوروبية اهتمامها بهذا المشروع الطموح، منها سنام الإيطالية في الشطر المار عبر أراضي روما، وشركتي طاق وجيسيا النمساويتين بايرنتس عن الجانب الألماني. كما رحبت جميع هذه الشركات بالدعم السياسي من هذه الدول الثلاثة لهذا المشروع الحيوي، وكانت إيطاليا وألمانيا قد اتفقتا مع الجزائر على خط أنابيب غاز بطول 3000 كيلومتر و4 ملايين طن من الهيدروجين في السنة، والذي سيبدأ العمل به قبل عام 2030 بعد خطاب دعم سياسي مشترك للمشروع وقعه وزير الطاقة في إيطاليا والنمسا. ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية فإن الهدف يتعلق بتطوير خط أنابيب الغاز ممر الهيدروجين الجنوبي، وهو أنبوب بطول 3300 كيلومتر مخصص لنقل الهيدروجين، والذي من المقرر أن يكون الوسيلة الرئيسية لشبكة النقل في أوروبا. ظل هذا المشروع يطبخ على نار هادئة منذ عدة أشهر بالتوازي مع المشروع الذي تقوده إسبانيا وفرنسا والبرتغال والمسمى أشدوماد. وتشير الصحيفة إلى خطة أقرتها المفوضة الأوروبية لكنها ستكون أقل بمقدار 2597 كيلو متر من مقترح اتفاقية ممر الهيدروجين الجنوبي المبرمة بين أولاف شولتس وجورجيا ميلوني، حيث حددت المفوضة الأوروبية لنفسها هدف استراتيجي حوالي 10 ميجاطن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. ويرتكز المشروع وفق المصدر ذاته على البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي التي تنطلق من صحراء الجزائر وصولا إلى تونس وتعبر المتوسط إلى جزيرة صقلية الإيطالية، وسيعتمد بنسبة 70% على البنية التحتية الحالية لنقل الغاز، وسينقل 4 ملايين طن سنوي من هذا المصدر الطاقوي النظيف إلى قلب أوروبا. ويعتبر المشروع جزءا من مخطط ماتاي الذي سبق أن أعلنت عنه رئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني خلال زيارتها إلى الجزائر، أي مشروع المصلحة العامة حتى يتمكن من الاستفادة من التمويل. نتكلم عن التكاليف المرتقبة لإنتاج ونقل هذا المصدر، مصدر طاقوي لرجاء العالم يتهافت عليه، اللي هو الهيدروجين الأخضر. واحد المسؤول إيطالي بواحد الشركة يسموها سنام، هذه الشركة واش خدمتها؟ هي خدمتها هندسة ممر الهيدروجين الجنوبي ساوث كوريدور، ساوث دو كوريدور. هذه الطاقة راها طاقة نظيفة تنتج في الجزائر ورايحة أيضا في تونس، يوصلها لغاية ألمانيا.
إلى قلب أوروبا إلى بافاريا بألمانيا، وراح يفوت هذا الممر، هذا الخط يفوت بإيطاليا والنمسا، وهذا الخط ساوث دو كوريدور راح يصعب منافسته، ما يقدروش الدول الأخرى تنافسه. بحال مثلا نضرب مثال اللي هي أمريكا تصدر لأوروبا أيضا الغاز، والروس وقطر. لماذا؟ خاطش هذا الممر، هذا الخط راح يمر بتونس ويفوت مباشرة إيطاليا، ومن إيطاليا يروح للنمسا، والجزائر قريبة من أوروبا، ومن بعد يلحق إلى قلب أوروبا، إلى قلب الاقتصاد الأوروبي. هذه التفاصيل أذكرها واحد المسؤول في واحد المنتدى ندار، منتدى الطاقة الإيطالي الألماني اللي نعقد بالعاصمة روما، عنده واحد ليامات هذا الاجتماع اللي داروه، والمدير دخل مدير تاع إزالة بصمة الكربون الشركة تاع الصنام ويسموه بيرو إيركولي، راه تكلم وقال باللي خط الأنابيب من شمال إفريقيا اللي هي الجزائر وتونس راح يمكننا باش ننقلوا الهيدروجين اللي راح ينتج بوحدة التكاليف تنافسية للغاية، ويدوه نحو الأسواق الاستهلاكية في أوروبا اللي راها متعطشة بزاف بزاف لهذا المصدر الطاقوي النظيف. وهذا المسؤول بشركة صنام على حسب ما قالت الوسائل الإعلام المتخصصة في إيطاليا راح أكد على أهمية خط الأنابيب اللي راح يربط الجزائر وتونس بأوروبا، إيطاليا النمسا ألمانيا. وهذا على حسب الرأي نتاعو راح يقول راح يقوي سوق الهيدروجين الدولية، اللي قاعد الدول تتخاطب على الهيدروجين، جيبوا لنا الهيدروجين. واللي راح يتركز الإنتاج نتاعو في مناطق العالم التي تكون الظروف فيها مواتية للغاية. وزاد المدير تاع البصمة الكربونية بشركة صنام أكد، هذه صنام إيطالية، شركة إيطالية، زاد أكد قال بلي من ضمن مناطق تاع العالم اللي تكون فيها ظروف مواتية للغاية باش تنتج الهيدروجين الأخضر هذا هي الجزائر وتونس على وجه الخصوصة، خصصهم الجزائر تونس، وهذا رحين يكونوا هما المصدرين الأساسيين لممر الهيدروجين الجنوبي. وعلى حسب ما رأي يتوقعوا هذا الإنتاج تاع هذا المصدر الطاقوي الأخضر راح ينقام بربعة يورو للكيلوغرام الواحد، كيلوغرام ماشي تاع بطاطا، كيلوغرام تاع الوحدة القياسية لهذا المنتج الطاقوي اللي هو الهيدروجين الأخضر. وهذا السيد بيرو إيركولي قال على حسب هذه التكلفة تاع 4 يورو للكيلوغرام الواحد، وعلى حسب ما راح ينقل عبر خطوط الأنابيب راح يكون رخيص بزاف. وزاد بين ووضح وقال باللي نقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا الجزائر وتونس حتى الألمان عبر هذا الممر الجديد يكون بحوالي 0.5 يورو، يعني نص يورو للكيلوغرام الواحد. وما لو كان يجيبوا الغاز هذا الهيدروجين هذا من قطر مثلا، يحبلوا شحال من شهر باش يوصل، ويلقلوا اماكن وين يخزنوه ويحولوه الى هيدروجين، يعني فيها. وعلى حسب هذه المعلومات والمعطيات الهيدروجين الاخضر اللي راح ينتج في الجزائر وتونس بلا ما نذكروا الكميات اللي كانت قويه ولا قليله، راح يصيب واحد السوق مزدهره لطلبه واستهلاكه وين في القارة الأوروبية. علاش؟ لأنه راه رايح يلحق رخيص، ورخيص بزاف 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 بزاف. وعلى حسب التقديرات اللي دارتها هذه الشركة صنام الإيطالية راح تقول بين النمسا
وإقليم بافاريا جنوب ألمانيا، راح يوصل الطلب المعبر عنه من مادة الهيدروجين الأخضر إلى 19 تراوات ساعة. هذه وينتهي في عام 2030، يعني راح يكون الطلب عليه بزاف، و53 تراوات ساعة في عام 2040. المعامل قاع راهي فما. الاقتصاد الألماني يتسمى قاع في هذه البلاصة. وزاد قال كما راه معلوم ومعروف، هذا البروجي تاع الهيدروجين اللي هما سماوه ساوث اش دو كوريدور، انا قريتها لكم ساوث دو كوريدور، راح تدخل عند المفوضية الأوروبية في شهر أبريل الماضي، دخلوه في القائمة السادسة للمشاريع اللي تهم أوروبا تحت واحدة التسمية CEPS. وهذا المشروع راه عنده أهمية كبيرة وراح يجيب أموال كثيرة باش يعود ويمولوه ويديروه على أرض الواقع. وزاد هذا المسؤول تاع صنام الإيطالية، باسكو الطليان راح يفوت عليها هي الأولى، قال بلي هذا البرنامج اللي راح يمول هذا الخط يسموه CEP، والتمويلات الاستثمارية الأوروبية الوقت الحالي راهي متعلقة فقط بالقسم الأوروبي. ايوا، وكي تخلص من القسم الأوروبي هنا عندنا كيفاش كل يخلص من خط أنابيب الغاز الجديد الناقل للهيدروجين. وزاد قال لهذا السبة من خلال هذا المشروع المشترك مع إيني شركة بترولية راهي موجودة هنا في الجزائر، إيني الإيطالية. قال فيما يخص الرواق البحر، رواق اللي يفوت في البحر، الرواق البحري راح إني تشارك ب 51% و 49% من هذه الشركة تاع الصنام. وقررنا قدمنا طلب حقيقي بالفعل في ديسمبر 2023 باش ندخلوا نخدموا البنية تاع النقل تاع الهيدروجين بشمال إفريقيا، الجزائر وتونس. يعني كان يقصد بها الجزء المرسل اللي راه عابر للجزائر وتونس حتى يوصل للبحر من خط نتاع الأنابيب، أنابيب النقل. وزاد قال في ديسمبر المقبل راح نبداو الإجراءات اللي تشمل الجزائر وتونس مباشرة باش ندخلوا هذا البرنامج، هذا المشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، باش ندخلوه في مشاريع ذات الاهتمام المشترك PME وتتعلق بالبنية كما قلنا التحتية للطاقة اللي تربط بين الاتحاد الأوروبي ودول من خارج الاتحاد الأوروبي اللي هي بطبيعة الحال الجزائر وتونس. وهكذا تكون الجزائر أصبحت شريك دولي موثوق به في مجال الطاقة. هكذا إخواني أأتي على نهاية هذا الفيديو، آملا أن ينال إعجابكم ورضاكم. أتركوا لنا ملاحظاتكم في التعليقات، لا تنسوا دعمنا إن أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.